ايوه اتفضلي. ماشي، هو الحدين أوجد الحدين التاليين في المتتاليتين التاليتين. رقم ألف ألف واحد ثلاثة تسعة. 1 3 9، إيه يبقى 1 3 9 نقط. أنا هحل أول واحدة وبعد كده أخليكم تحلوا رقم 2. أول حاجة أنا عندي 1 3 9، أنا مش عارف إذا كانت دي حسابية ولا هندسية. أبدأ بالحل الأولاني، أطرح 3 ناقص 1 يديني 2، أطرح 9 ناقص 3 يديني 6. إذا دي ليست متتالية حسابية. إذا دي ليست متتالية إيش؟ ليس سريع. كله فتح المايك والكاميرا، فضلكم الكاميرا والمايك لو سمحتوا. يلا كله الكاميرا والمايك، احنا متفقين من الاول على الكلام ده كانكم قاعدين في الحصه. وحط لي الكاميرا عليك من فضلك يا عبد الله انت وخالد وهي، لان دي حصه اساسيه زيها زي حصه المدرسه. ان شاء الله استاذ، ان شاء الله. يلا لو سمحتوا. يلا خالد، عبد الله حط لي الكاميرا عليك من فضلك، ما تحطليش الكاميرا في السقف. خالد إذا استاذ رح البس لك الموقع. حط لي الكاميرا عليك، ما تحطليش الكاميرا على الباب. هيا هيا نعم استاذ. البس اللحاف بتاعك وحط لي الكاميرا عليك من فضلك، ما تحطليش في السقف. يلا الحين هنقول يا ترى ديت متتاليه هندسيه. هنبتدي نشوف مع بعض الحين. هبتدي اقسم الحد على اللي قبل، اقسم وهنا ابتدي اقسم. فلما اقسم 3 تقسيم 1 يطلع 3، 9 تقسيم 3 يطلع 3. اذا ديت متتاليه هندسيه. اذا دي متتاليه ايه؟ عبد الله، عبد الله، عبد الله، راح فين عبد الله؟ هيا معايا، هيا هيا خالد. نعم أستاذ. حطي لي الكاميرا عليك من فضلك وتابعيني من فضلك. يلا يلا عبد الله، انت فين يا عبد الله؟ زي السبب. يلا خالد، خالد راح فين؟ خالد راح فين؟ يلا عبد الله لو سمحت حط لي الكاميرا عليك. عبد الله بدل ما تحطها لي في السقف. حاط صار الكاميرا عليه. لا لا انت ارفعها في الوش، انت الكل بتاعتك اللي باين. إن شاء ارفع الله، ارفع كمان 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 إن شاء الله. بس كمان يا بابا. سأل حد دقيقة صدق. ماشي. ايوه خالد، ايوه كده ممتاز كده. خالد لابس ازاي؟ ما يحتاج تلبس الكمامه وانت في بيتك لوحدك، ما يحتاج يا خالد. ايوه كده خالد ممتاز. يلا عبد الله ممتاز. ابتدي بقى دلوقتي اقسم 3 تقسيم 1 يطلع 3، اقسم 9 تقسيم 3 يطلع 3. اذا ديت متتاليه هندسيه. اذا دي متتاليه هندسيه. الحد الاول اللي هو ألف بيساوي 1 وراء بيساوي 3. هو طالب مني إيه؟ قال لي أنا عايزك تكمل المتتالية الهندسية. عايزك تكملها؟ طيب يلا.
يبقى اذا انا علشان اكمل المتتاليه الهندسيه انا جبت راء بكام شباب؟ ثلاثه. ابتدي اضرب العدد في ثلاثه، اخر حد جبت كم كام؟ تسعة. 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 يبقى أضرب تسعة في ثلاثة. تسعة في ثلاثة كم؟ تسعة ضرب ثلاثة. سبعة. 15. الله يسلمك. الحد اللي بعديه 27 في ثلاثة يطلع كم؟ 81. 81. هو بيقول أنا عايز حدين. سؤال. اقري هذا السؤال تاني، اقري هذا السؤال تاني بيقول إيه؟ السؤال بيقول ايه يا هيا؟ نعم استاذ. ايه السؤال تاني؟ ايه السؤال تاني اللي هو رقم 13 الف؟ يلا. يا هيا هيا. نعم استاذ. ايه السؤال؟ ايه السؤال 13 الف؟ سؤال رقم 13 الف يقول ايه؟ ب السؤال رقم 13 الف بيقول ايه؟ كله فاتح الكتاب بتاعه؟ صح يا استاذ. ايوه. 13000 بيقول ايه؟ عبد الله. نعم استاذ. ايه رايك في 13000؟ 13 او قد الحدين تاليين المتتاليتين التاليتين. يبقى هو انا اخر حد كنت وصله قلت له 9، يبقى الحد اللي بعديه 9 في 3 27، الحد اللي بعديه 27 في 3 81. دي رقم ألف. طيب عايزين ناخد رقم باء. رقم باء بيقول ايه؟ حد اقرا لي عبد الله رقم باء. باء 1 فاصلة. ايوه. 1 فاصلة سالب 1 على 2 فاصلة 1 على 4. يبقى المسألة رقم باء بيقول لي 1 بعد كده سالب نص بعد كده ربع، مش كده؟ يا ساتر. يبقى أنا عندي 1 ده الحد الأولاني، الحد الثاني سالب نص، الحد الثالث ربع ربع نقط. قال لي عايزك تكمل هذه المتتالية يا أيها الشباب الروماني. يلا عايزين نكمل المتتالية دي. طيب تعالوا نكمل المتتالية دي. هعمل نفس اللي أنا عملته في المسألة رقم 1. أقسم ده على سالب 1. أقسم ده على ده. يلا اقسموا لي بالآلة الحاسبة سالب نص على 1 يطلع كام؟ يلا شباب بالآلة سالب نص على 1 سالب 0.5. ليه سالب نص؟ سالب نص هي والساتر. طيب يبقى لما اقسم سالب اقسموا لي ربع على نص على سالب نص. ربع على سالب نص. سالب نص. ممتاز سالب نص. إذا زي ما أنا عملت في المسألة الأولانية قسمت 3 تقسيم 1 3، قسمت 9 تقسيم 3 3. هنا نفس الحكاية سالب نص تقسيم 1 يطلع سالب نص، ربع تقسيم. إذا أقول له إن دي متتالية هندسية، الحد الأول اللي هو أ بواحد وراء بسالب نص. طيب هو بيقول هات الحدين اللي بعد كده. يلا نجيب الحدين اللي بعد. اخر حد انا وصلت له كام؟ ايه؟ كان كام شباب اخر حد؟ ربع. 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 يبقى ربع في سالب نص. يلا ربع في سالب نص يطلع كام؟
سالب نص يا ابني اضرب ربع في سالب نص يطلع كام؟ يلا واحد على ثمانية سالب واحد على ثمانية برافو عليك سالب واحد على ثمانية بعدين هقول سالب واحد على ثمانية في سالب نص يطلع كام؟ سالب واحد على ثمانية في سالب نص واحد على 16 بس وهو عايز يحدد يلا عشان هديكم مسألة تعملوها نشاط هديكم نشاط تاني يبقى إذا علشان أحل المسألة دي أيها الشباب أول حاجة بقسم الحد على اللي قبله فبقسم 3 على 1 فيها 3 9 على 3 فيها 3 طلع الأساس 3 أضربه في 9 يديني 27 أضرب 27 في 3 يديني 31 وصلت الفكرة؟ وصلت السؤال وصلت؟ أيوه طيب حلوا لي بقى انتوا المسألة دي ادي برضو متتالية هندسية هديها لكم تحلوها اهي بيقول لي ايه؟ المسألة بتقول 3 فاصلة 6 12 يلا عايز كملوا لي حدين كمان يلا حلوا لي المسألة دي يلا حلوا لي نفس الفكرة اللي زي اللي احنا حليناها قبل كده هاتوا لي الراء تطلع بكام؟ كم شباب؟ دقيقة أستاذ على منك هاي طلعت رأيها يلا شباب انا طلعت طيب استني ثانية واحدة ندي فرصة للشباب ندي فرصة لبقية الشباب خلصت هل طلعت رأي بكام؟ استنى يا خالد طلعت رأي بكام يا خالد؟ الرأي؟ اه الرأي بكام يا خالد؟
33 استاذ. رابع كم؟ 33. ليش 33؟ عملت ايه عشان تجيب الرابع؟ صبر استاذ. لا قول لي بس عملت ايه عشان تجيب الرابع؟ زي ما عملنا في المسألة رقم واحد ورقم اثنين، جبت ازاي الرابع؟ ايوه خالد، جبت الرأي ازاي؟ استاذ قسم ضربت وبعدين ليه قسمت ضربت؟ ضربت ليه؟ ايه اللي ضربت؟ انت اول حاجه عشان تجيب الراء بتعمل ايه؟ اول او حاجه عشان شيء تجيب تعمل ايه يا خالد؟ اول حاجه خالد او شيء بكلمك او ايه؟ شيء استاذ وسمة تضرب او شيء تضرب الوسمة 3 ضرب 3 ضرب 6 الا ليش تضرب؟ تقسم ليش تضرب؟ احنا قلنا اول حاجه بتقسم الحد على اللي قبله، تقسم بتقسم استاذ تقسم اه صح. 3 تقسيم 6 لا وبعدين ما 3 تقسيم 6، 6 تقسيم 3، مين قال لك ان احنا بنقسم ده على الاول؟ كاتبين كده بنقسم 3 تقسيم 1، 9 تقسيم 3، يبقى انت ليش تقسم 3 تقسيم 6؟ عشان الوسمة تحصل الوسمة الرقم اللي ينتج معك وتضرب مع ذكر الوسمة الرقم طيب يبقى بتقسم 6 على 3 ولا 3 على 6؟ 3 على 6. مين قال 3 على 6 يا ابني انت؟ بنقول 3 تقسيم 1، 9 تقسيم 3. طيب عبد الله جبت الراء بكام يا عبد الله؟ 2. ب2. هيا جبت الراء بكام؟ الراء طلعتها ب2. وانت يا خالد مش مركز ليه؟ ما زمايلك كلهم عاملين صح، اشمعنى انت؟ استاذ بعد شوي ايش؟ بعدك يا استاذ. بنقسم كام على كام؟ 3. لا حول ولا قوة إلا بالله. 3 تقسم استاذ. بنقسم كام على كام؟ العكس العكس 6 3 تقسيم 6. 6 على 3. 6 على 3. يلا اقسم 6 على 3 يطلع كام؟ فين؟ انت معاك آلة ولا معاكش آلة؟ خالد خالد رحت فين يا خالد؟ عارف ولا استار ايش؟ موجود موجود انت فين يا خالد؟ افتح المايك. يعني هو قاعد من اول حصه ما هوش قال حاسبه. طيب هنقسم هيطلع 2، هيطلع 2. عبد الله يبقى الحد اللي بعد كده كام؟ الحد اللي بعد كده استاذ 12 ضرب 2 كام؟ 24. طب والحد اللي بعدي؟ الحد اللي بعديه 48. برافو. طيب كده احنا جبنا ممتاز، بحيث ناخد مسألة مسألة زي ما انت شايف. هنبتدي نكمل باقي التمارين. هيا طريق التمارين اللي هاي. يلا عبد الله الإعرابي رقم 14 أوجد ما يلي. ثواني عشان نكتب المسألة. رقم 4 صفحة رقم 2. يلا 14. 14000؟ أيوه 14000. بتقول إيه؟ 14 أوجد ما يلي ألف الحد الحادي عشر المتتالية 24 فاصلة كم؟ 4 كم؟ 64 64 فاصلة سالب 32 سالب 32 فاصل فاصلة 16
فاصل 16 فاصل سالب 8. كويس كده. هو مديني المتتالي، ركز بقى معايا شويه. وقال ايه؟ انا عايز ايه؟ قال انا الحد الكام؟ ايه المطلوب؟ اوجد الحد الحادي عشر. ماشي، يعني عايز حد، ده المطلوب. علامة استفهام. اذا طالب مني الحد الحادي عشر. علشان اجيب الحد العشر الحادي عشر لابد من ان انا اجيب الحد الاول والاساس. خالد نعم استاذ، انت رحت فين يا بابا؟ عمال اكلمك، كنت فين؟ استاذ كنت رايح اجيب الوسم الحسابة كان. طيب تعالى بقى دلوقتي الحد الاولاني. يلا انا هحل، ركزوا معايا عشان انا هحل واحده وانتوا تحلوا واحده. أول حاجة الحد ده الحد الأول، يبقى أ بيساوي 64. كده أنا جبت الحد الأول أ. طيب عايز بعد كده أجيب راء. قال لي علشان أجيب راء أقسم أي حد على اللي أقسم. هقسم كام على كام؟ هقسم سالب 32 على 64. يلا اقسموا لي سالب 32 على 64 بالآلة يطلع كام؟ يلا سالب 2048. الله يسامحك يا ابني. سالب 32 على 64 كام؟ 2 ستاب. لا كام يا هاي؟ سالب 32 على 64. ايوه سالب ثلث. الله يسامحكم انتوا الاثنين، سالب نص. سالب ما طلعنا نسبة لحاسبة يا ابني بالآلة يا بابا، اكتب بالآلة سالب 32. ايوه استاذ شوف. شوف يطلع كام، وريني. طيب وريني عشان اشوف. قربها شوية عشان تشوف. سالب 32، انت كاتب غلط يا بابا. سالب 32 تقسيم 64 يطلع كام؟ تقسيم طلعتها كام يا هاني؟ طلعتها كام؟ سالب نص. ايوه امال ايه يا عبد الله؟ ايوه استاذ سالب نص. سالب نص. انا طلعت سالب نص. عمليه ضرب ولا كنت عامل ايه؟ كنت عامل عمليه ضرب استاذ. ضرب. ايوه ممتاز. طيب او اقسم اي حد على قبله. اقسم او اقسم 16 على سالب 32. اقسم 16 على سالب 32 يطلع الناتج كام؟ سالب نص. برافو. اقسم اللي بعديه سالب 8 على 16. سالب نص. بس خلاص يبقى بقسم اي حد على، بقسم يا خالد الحد على اللي قبله مش العكس. يبقى اذا راء طلع بالنسبه لي بسالب نص. طيب كده انا عملت ايه؟ جبت الالف جبت الراء. هو عايز الحد الكام؟ الحد الكام؟ 11. حد 10. طيب الحد 10. مين فاكر قانون الحد النوني بيساوي؟ قانون الحد النوني بيساوي ح نون تساوي ايه؟ مين فاكر ح نون؟ يساوي ايش؟ لحظة بس. مين فاكر الحد النوني في المتتالية الهندسية؟ خلاص أولى يبقى أ ضرب راء أس ن ناقص واحد. دوت قانون الحد النوني لأي مسألة. هو عايز مني في المسألة ح كام؟ 11. ممتاز. يلا نجيب ح 11 بكام؟ أقول له ح 11 تساوي، يلا ح 11 يعني اشيل نون احط مكانها كام؟ 11. واشيل الالف احط مكانه كام؟ 64. واشيل الراء احط مكانه كام؟ سالب نص. ممتاز. يبقى الالف ب 64، شلت الالف حطيت مكانها 64. الراء سالب نص. النون احط مكانها 11 ناقص 1 هيساوي، يبقى دي قيمة الراء 64 في
سالب نص 11 ناقص 1 يطلع 10. هكتبي بالآلة 64 ضرب قوس سالب نص، سكر القوس بس 10 يديني كام؟ يلا واحد على 16 يطلع كام؟ برافو عليك، يطلع 1 على 16، ممتاز. يبقى يطلع 1 على 16. طلع الحد ال 11 ب 1 على 16، ممتاز جدا جدا جدا. هعيد تاني المسألة عشان هتحلوا مسألة زيها. خالد يا خالد. نعم استاذ. ممكن تركز معايا شوية لو سمحت؟ عشان تحل المسألة اللي جاية. أول رقم بالنسبة لي في المسألة دي كان كام؟ 64 استاذ. يبقى هو ده ألف، يبقى ألف بكام؟ 64. ممتاز. عايز أجيب بره، أقسم اللي حد على اللي قبليه، أقسم سالب 32، تقسيم كام؟ 64. بالآلة طلع سالب نص. أو أقسم 16 تقسيم سالب 32 سالب نص، أو سالب 8 تقسيم 16 سالب نص. كده أنا جبت الراء بكام؟ نص. دي نص ولا سالب نص؟ سالب نص. طب الخطوة اللي بعد كده إيه؟ قال لي إيه؟ الحد النوني، القانون بيقول لي ح نون تساوي أ ضرب راء أس نون معشور. هو طالب مني الحد ال 11، يعني ح 11 يعني نون ب 11. اشيل الالف احط مكانها 64، اشيل الراء احط مكانها سالب نص، اشيل النون احط مكانها 11. بالاله الحاسبه طلع كام على كام؟ طلع كام على كام؟ 1 على 16. بالاله الحاسبه طلع كام على كام؟ 1 على 16. 1 على 16. طيب هناخد المساله اللي بعد كده اللي هي 3 سالب 15. صفر 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 625. كم؟ قلت لي يا ماما، قلت لي هاي مليني رقم باء، رقم باء بيقول ايه؟ 1 على 16 3. رقم باء يا ماما. الحد السادس في المتتالية 3 سالب 15 75. 3 بعد ال 3 كم؟ سالب 15 سالب 15 بعدين 75. 75 ماشي. يلا انتوا اللي هتحلوا المسألة دي. أول حاجة هو عايز يحدد الكام؟ السادس. يعني ح 6. إذا المجهول بالنسبة لي ح 6. طيب الألف بكام شباب؟ الألف بكام؟ 3. 3 ممتاز، اللي هو الحد الأول 3. طب عايز أجيب الراء، عايز أجيب الراء أقسم. أقسم يلا اقسموا لي سالب 15 على 3. ألف كم؟ يطلع كم؟ سالب 15 على 3 فيها كم؟ سالب 5 استاذ. ممتاز، سالب 5. اقسم 75 على سالب 15. سالب 5. يلا يبقى اذا راء بسالب 5. راء بكم؟ سالب 5. يلا هاتوا لي بقى الحد السادس. نفس المساله دي. المساله الاولى كان عايز ح 11، احنا هنا عايزين ح كم؟ مطلوب. يلا حلو المسألة. نعم أستاذ. أنس بكلم أنس. يا أنس أنس
أنس يلا هتقولي الحد السادس أنس فين يا أنس؟ يلا شباب هتيجي للحل أنا خلصت. ثواني نشوف بعد الشباب. ممتاز ممتاز يا عبد الله. هيا جبت الميديك اها هيا استاذ لقيت الحل ترى كامل حل طلع كام؟ طلع كام نهاية؟ 9375 طلعته كام يا عبد الله؟ سالب 100 سالب 1875 طيب خالد طلعتها كام؟ سالب 1185 استاذ لا هي طلعتها صح يلا هنكتب القانون ادي القانون بيقول لي ح ن يساوي الف في راء اس ن ناقص واحد كده انا كتبت القانون يلا نعوض هو عايز الحد السادس يعني اشيل ن احط مكانها سته الالف بثلاثه ضرب الراء سالب خمسه اسكر قوس سته ناقص واحد هيطلع ثلاثه في سالب خمسة أس خمسة بالآلة الحاسبة هيطلع كام؟ سالب تسعة ثلاثة سبعة خمسة شوفوا كده الحل ده شوفوا بالآلة كده سالب 900 سالب 9375 3375 وصلت الفكرة؟ يا سلام طب ما انا طلعتش انك صح ليه؟ سامس بس غلطت في آخر شيء بس غلطت في طيب آخر شيء ما مشكلة ما مشكلة المسألة رقم ج بيقول لي عايز وسطين هندسيين دي مهمة جدا رقم ج أنس مش معانا خالص طيب دي حصة اليوم النهارده الاثنين النهارده الشهر كام؟ شهر خمسة كام اليوم كام؟ 16 ولا كام؟ 17 17 5 قصة الأولى يلا تعالوا ناخد المسألة اللي بعد كده اقرا لي يا عبد الله المسألة رقم اللي بعد كده بيقول لي جي وسطين هندسين بين أربعة أيوة ثمانية وكم؟ لا بين أربعة ومية وثمانية 108
ايوه قال لي عندك عايز وسطين؟ قال لي انا عايزك تجيب عندي وسطين هندسيين. قول له حاضر. اعمل ايه؟ قال لي سهله جدا جدا جدا. الحد الاول اللي هو الف بيساوي اربعه. طيب شباب عمان، ال 108 دوت يعتبر بالنسبه لي الحد الكام؟ الكم الحد سال؟ الكام؟ ال 108 ده يعتبر الحد الكام بالنسبه لي؟ الحد الثالث، لا الكام؟ الرابع، الرابع الرابع. ادي الاول، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع. يبقى الحد الرابع كام؟ 108. طيب مين فاكر ازاي بجيب الاساس في المتتالية الهندسية؟ بس بجيب ازاي الاساس؟ سهل تسير نضرب أربعة القانون. أربعة. افكركم بالقانون، راء تساوي، هو عندي الحد الرابع أربعة وعندي الحد الأول، أطرح أربعة ناقص واحد، يبقى بطرح الرقم ده من الرقم ده، يبقى أنا عندي راء تساوي عندي الحد الرابع والحد الأول، أطرح أربعة ناقص واحد. طب يطلع راء تساوي أربعة ناقص واحد ثلاثة بكام؟ ثلاثة ثلاثة بثلاثة، تساوي الحد الرابع بكام؟ الحد الرابع ب 108 108. ممتاز. والحد الأول بكام؟ أربعة ممتاز. يطلع راء تكعيب بكام شباب عمان؟ 27 27. برافو عليك. طيب 27، أنا عندي راء تكعيب ب 27، علشان أجيب الراء بس أعمل إيه؟ راء تكعيب 27، عايز أجيب راء بس، يعني عايز اتخلص من اس 3، اعمل ايه؟ ح ن مع ناقص ح نون على صح، نطلع اقول لكم الجذر التكعيبي، ايوه برافو نطلع عليك، الجذر التكعيبي. برافو عليك، طلع الجذر التكعيبي. يبقى هجيب الجذر التكعيبي للطرف الايمن، برافو عليكي ممتازه جدا يا هيا، واجيب الجذر التكعيبي للطرف الايسر. الثلاثه دي هتروح مع الثلاثه دي، اديني راء الجذر التكعيبي ل 27 بكم؟ هاتوها بالآلة. ثلاثة كم؟ ثلاثة ثلاثة، برافو عليك. إذا أنت كده ولد ممتاز. يبقى إذا دلوقتي هقول تاني عشان هخليك تحلوا المسألة الحين. هخليكم تحلوا مسألة الحين أيها الشباب العماني المتميز جدا في الرياضيات. يبقى أنا عندي الحد الرابع والحد الأول، يبقى ح أربعة على ح واحد، هنا أربعة وهنا واحد، يبقى أربعة ناقص واحد، أربعة ناقص واحد ثلاثة، يبقى راتك الحد الرابع 108، الحد الأول أربعة، يطلع راء تكعيب ب 27. عايز اتخلص من الثلاثه دي، اجيب الجذر التكعيبي. طب لو هنا خمسه اجيب الجذر الخامس. معايا يا شباب؟ يا أستاذ. تمام. بعد كده الجذر التكعيبي ل 27 ب 3، كده جبت الراء. طب مين يقول لي بقى ازاي اجيب الاوساط؟ يبقى الاوساط اجيبها ازاي؟ اذا الاوساط هي اعمل ايه؟ أربعة ضرب ثلاثة برافو عليك ممتاز. يبقى 4 ضرب 3 يطلع كام؟ 12 12. الوسط اللي بعديه اجيبه ازاي؟ 12 ضرب 3 فيري نايس. ولا التوب بيطلع 36. 36 هو ده اللي هو عايزه. قال لي ادي الوسطين، يعني ايه العددين اللي احطهم ما بين الاربعه وال 108؟ افهم شباب؟ ايه صار كده خلص درس اليوم، ببعته لكم في على الجروب. طيب شباب اللي عنده اي سؤال او ساعتين اي واجب استفسار في السؤال ها؟
حاضر، هديك الواجب، برافو عليك، انت ولد ممتاز. ادي الواجب اهو، ادي الواجب، رقم رقم هتحلوا لي رقم دال، يبقى رقم 14 دال. رقم 14 ايش شباب؟ رقم 14 دال، ماشي ان شاء الله. يبقى رقم 14 دال. طيب حد عايز يسأل اي سؤال؟ لا لسه، أحسنت عبد الله، لك أي سؤال؟ لا لسه، أحسنت. هيا لا أستاذ. ثالث؟ لا أستاذ. لا تعرف اليوم؟ إيه إيه أستاذ. طيب يلا نشوفكم على خير إن شاء الله، بعدكم موفقين إن شاء الله.